تست مايك ايش احكي؟ تفضل اسالني. والله الحمد لله زي ما انتم شايفين البلد رايقه وما شاء الله يعني اجواء عيد مبينه من اولها من اول يوم في العيد. كيف شايفها؟ الوضع عيد ولا فيش؟ والله هو عادي ايام عاديه، لا مبين عيد ولا مبين اي حاجه. يعني زيه زي اي يوم؟ زيه زي اي يوم عادي يعني. طيب ايش رسالتك؟ رسالتي يعني حاولوا يفكونا من هالانقسام ويعني يفكوا الضغط عن هالشعب. شعب مخنوق وشعب مش شايف اي حاجه في صالحه يعني. انت كيف تشتغل؟ انا شوفير تاكسي. كيف شايف الفقر؟ والله الحمد لله حريقه يعني، لا في شغل ولا في حاجه. يعني واحد شغال شوفير تاكسي ما بيجيش بطش على الجندي. زهقان نلف على الجندي، ما لو في شغل كان احنا شغالين. بدل ما احنا بنلف شمال ويمين ومش عارفين نعمل حاجه.